دولة الإمارات العربية المتحدة. لحظات مباركة، لحظات التشريف الكبير، التشريف السامي إلى أرضية هذا الميدان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله، إلى أرضية هذا الميدان ليكون هذا المساء مباركا بكل ما يحمل من انطلاقة وبكل ما يحمل من تحدي وإثارة. لحظات تتواصل بانطلاقات القوة والإثارة، لحظات تعلن هذا التواجد الكريم، تعلن هذه اللحظات المباركة، هذا التشريف المبارك لرياضة الأصالة ومتابعتها هنا من أرضية هذا الميدان، حينما تعلن الانطلاقات وتعلن التحديات وتعلن المنافسات. على بركة الله ينطلق أول الأشواط في مساء الإثارة، مساء يحمل أول أشواطنا في سن اللقاية والتي نبدأ بها هذا الختامي الكبير من لحظاته الأولى، من انطلاقته الأولى التي بدأنا بها بهذه اللحظات المباركة الجميلة. بسم الله وعلى بركة الله تعلن هذه الانطلاقة الأولى، يعلن هذا المساء اندفاع هذه اللحظات المؤكدة لمسار الأربعة كيلومترات التي ستحمل منافسات أول أشواط هذه الأمسية الجميلة المميزة التي تعلن بداية هنا من هذه اللحظة. شوطنا الأول وأول سيارات هذا المساء تتواصل في هذا الانطلاق الجميل، حيث نبدأ مشاهدينا متابعينا الكرام بالمراكز المشاركة في هذه الانطلاقة. والمركز الأول ديمومة على المركز الأول لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، التي تنطلق هنا مع أول اندفاع لهذا النوع المتميز في هذه اللحظات. المركز الثاني استطلاع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم السعيد بن راشد. إذا هذه اللحظة المؤكدة لهذه الانطلاقة، ما شاء الله وتبارك الله، انطلقت اندفعت سارت مع اللحظات الأربعة كيلومترات. يا سلام يا سلام يا سلام، ديمومة، وهي ديمومة، البداية ديمومة، ديمومة البداية دارت راح التحديات هنا في هذا الميدان، تدشن ظهور هذه النجوم في هذا السن، سن المفاجآت، مفاجآت العاصفة تبدأ مع هذه اللحظة بديمومة وبدايتها. التهنئة والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذه الديمومة المميزة والديمومة التي انطلقت أولا. شكرا واثق المضمرين، سلام يا العاصفة، سلام، ديمومة هنا في الصدارة والتحدي والإثارة. المركز الثاني الشاهيني في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثالث الشاهيني سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. استطلاع في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ما شاء الله، هذه الأربعة المشاركة في هذا الشوط، رئيسي شوط ما شاء الله، ولكن طالع التوقيت، طالع التحدي، طالع الست هنا وأيضا انطلاقها. ما شاء الله ختامينا يبدأ مبكرا، 5 دقائق 57 ثانية، جزئين من الثانية هو توقيت ديمومة في شوطها الأول والانطلاقها الأول. ما شاء الله وتبارك الله، إذا تحمل هذه الإثارة، تحمل هجن العاصفة أيضا بانطلاقها وبمسارها. ما شاء الله وتبارك الله، إذا نسير مع الاندفاع الأول، مع التحدي الأول، مع مساري هذه البداية التي تحمل انطلاقاتنا في هذا الشوط المثير. ينطلق إذا شوطنا الثاني، رغم قلة الأعداد ولكن تبقى المنافسة حاملة لكل الإثارة. هنا إذا صاحبة المركز
الثانية الشاهينية التي كانت حاملة للمركز الثاني 6 دقائق 11 ثانية 4 من الأجزاء. من الثانية تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أيضا تهنئتنا أحمد بن سلطان بن رشيد، والمركز الثالث كانت الشاهينية أيضا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، التهنئة والناموس 6 دقائق 15 ثانية وفاء تماما كمالا. تهنئة أيضا للمتحدي سالم سعيد بن منانه السويدي. هذه الأسماء. شوطنا الأول بدأ بالمفاجآت، بدأ يحمل الإثارة، بدأ يحمل التحدي والاندفاع في هذه اللحظات الجميلة والمؤكدة. سار شوطنا الثاني على نفس النهج والمنوال، يحمل هذه البداية، يحمل هذه الانطلاقة. الله، إذا نبدأ بالصدارة والمركز الأول، نتابع أول